الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. جاي لكم النهاردة بعروض طرح أسعار مفيش أحلى من كده. في حاجات عندنا، في حاجات في المكان هنا بتبتدي ب10 جنيه، في حاجات ب20 جنيه. طرح بقى، بصوا كل الاستندات اللي قدامكم دي ب20، ماشي. هندخل طبعا في طرح عادية اللي هي الجل، في طرح تانية، كل انواع الطرح اللي تتخيليها. اول حاجة كده هنمسك اول حاجة اللي هي ام 20، دي الطرح الجل اهي. بصوا حبايبي كل الالوان بتاعتها موجودة. بصوا حبايبي كل الالوان اهي، كل الالوان اللي موجودة اهي، وطويلة طبعا. دي كده ب20، تمام، اللي هي الجل. دي بقى اللي هي الشكل التاني، دي اللي هي المخططة، دي بيقولوا عليها الكويتي. بصوا حبايبي ب20 برضو، طرح الكويتي ب20 بس. بصوا الجمال، كل الالوان بقى اللي ايه اللي انت عايزاها بقى. الكافيه ده حلو قوي، في البيج الفاتح اهو، في بقى كل الالوان، في تخطيطه عريضه وفي تخطيطه طويله، قصدي رفيعه. بصوا في كمان حاجات كده زي ايه، تل كده. بصوا حبايبي، بصوا عامله ازاي، ب20 جنيه بس. تعالى افرجها لكم من بعيد عشان تشوفوها. بصوا اهي، تعالوا ندخل على التاني. ده طرح برضو. ده ايه ده، قماشه ايه ده بقى؟ ده قطن. ده بقى احنا شفنا الجل. قريب بص بقى، هنا كل الالوان موجوده. ده قطن، ده الالوان موجوده، وفي اشكال تانية وحاجات تانية. في اشكال تانية. بص من تحت بشراشيب يا بنات، هي عريضه بقى ولا ايه؟ اه عريضه، وفي كنزه. دي كنزه مش كده؟ دي كنزه اهي. بصوا اه ايوه حبايبي، بصوا بالشراشيب بقى بتاعتها، تمام. دي ب20 برضو. الكريب بقى، بصي يا ندخل بقى على الكريب. الكريب ب30 هنا يا جماعه، الكريب ب30. اتفضل يا استاذ. كل درجات الوانه، البني بدرجاته، كل البني بدرجاتها، كل حاجه بدرجاتها، كل حاجه. ايه الجمال ده بجد. بص حبايبي ارخص اسعار يعني للطرح. انت صورت عند الباشا قبل كده؟ ايوه بجد. دي الكريب، الطرح الكريب بكل الوانها. ممكن تدور لي البتاعة كده عشان نشوفها. بص حبايبي ده الحجم بتاعها، العرض بتاعها، تمام العرض يعني. بصوا كل الدرجات موجوده. ايه الالوان الحلوه دي؟ بصوا دي بقى ب25. دي ايه دي زيها؟ دي قطن شبه الكريب دي، بس ايه ده، وريني. قطن فيها شراشيب برضه. اه دي قطن، دي قطن بس شبه الكريب شويه يا بنات. شبه الكريب بس قطن. بس قطن اه، وبرده فيها شراشيب من تحت. تمام. بص اهي وريني الوانها. والوانها كل الدرجات موجوده، كل الدرجات. بصوا الجريهات، جروسيات بدرجاته، ابيض وسام واوف وايت، كله كل الالوان، تمام. احمر. عايزه اقول لكم ايه الالوان، يعني انت زي الكريب بس ايه، في ناس ما بتحبش الكريب فبتحبها على قطن. دي بقى على قطن، قطن وفيها شراشيب، وفيها شراشيب بقى. بصوا اهي السرفله، ممكن تتسرف. اه السرفل عادي، هي موجوده بس هي المود اللي بتاعها كده يعني، تمام. في بقى فيها شرشبه من تحت. ايوه حلوه. في بقى طرح ثانيه نشوفها، في اللي هي الكريب المشجر بقى. بصوا بكام بقى دي؟ 25 يعني، ما عندنا. بصي في كل حته ب35. ايوه 25 يا جماعه. وماركات وورد، في شانيل عليها، في ورد. بصوا فرجها لكم بعيد، اشكالها هندسيه. اشكال هندسيه. التايجر دي كمان حلوه قوي، تايجرات اشكال تانية مختلفه برضك، تايجرات بقى وجمالها بقى، حاجات رياضيه كده. ايوه بصوا الجمال، تمام. خرجنا كده، عايزه اقول لكم تشكيله جميله. انا كنت جايه اجيب طرحه وبعدين قلت اصور والله عندهم. شغل الخام ده اللي هو الجديد بالوانه، ده جديد بالوانه. شغل تمام. في اللي هو التايجر بشكل تاني. ايوه حاجات اشكال وغيرها. بصوا بقى الالوان والاشكال، حاجه كده تحفه. هدي كده يمكن اخدها دي ماشي، اللي هي دي كده وريني الوانها شكلها. بصوا حبايبي شياكه 25 بتتباع في كل حته ب35. ايوه 25 بس. بصوا حاجات بقى اشكال والوان. طبعا المحل هنا اسمه ايه طيب؟ بتاع الغلابه. اسمه بتاع الغلابه؟ اسمه ايه بقى عشان الناس لما تيجي؟ ملوش اسم والله. طيب ماشي. قصاد محل اوسي. بص حبايبي قصاد محل اوسي، احنا كنا عاملين جوله في محل اوسي. وجنب اتصالات. وجنب اتصالات برضه في شارع القاهره، في سيدي بشر في اسكندريه. تمام؟ ماشي. في كده؟ ده برضه. تشكيله ثانيه برضه. تعالى بقى نشوف كده، عايزه اقول لكم حاجات ياما. طبعا في بندانات بقى عندهم وكده.
استني بقى نتفرج على دي بكام بقى دي؟ 25 برضه. 25 يلا. دي كبيرة بقى دي ولا ايه؟ كبيرة اشكالها هندسية دي جديدة. اشكال الهندسية دي جديدة. بصوا دي كمان. الصعقة برضه في منها درجات. الصعقة. دي برضه طرحة ليه المدرج. ديجرادية. ايوه. ديجرادية وفي سكارفات 27 جنيه. ماشي. فرجونا بقى. ديجرادية اهو يا جماعة. ماشي نشوف بقى كمان السكارفات. صراحة اسعارها حلوة قوي. في بقى دي كمان. دي 25 برضو. دول ب 25 برضو. 25 اهي. اليافطة اهي كبيرة اهي. ماشي. الورد اشكال جديدة. كل الستاند كله اشكال جديدة. كل اشكال جديدة بتاعت السنة دي. والحاجات اللي تحبيها بقى. وتيجي تنقي الوان وكل حاجة فيها منها. صراحة انا محتارة يعني انا واقفة كمان محتارة. مش عارفة اجيب ايه ولا ايه. بصوا اللي عليها ام كي دي علامه ام كي الحمراء دي. ايوه بصي. ده فهد ده. ماشي. دي في منها الوان ولا لون النبيتي بس؟ في منها البيج برضه. تمام. منها البيج. طرحات كبيره دي. بقى دي بقى دي واسعه شويه كبيره يعني. في منها سكارف. دي في منها سكارف 25 بس بنات. والله اسعار حلوه قوي. شفتوا الجمال بقى والحلاوه. ماشي تعالى بقى نشوف. تروح قطن. تعالى تروح قطن بقى. دي قطن بقى. بصوا حبايبي الجديد ده. كام بكام ده بقى؟ 25. 25 برضو. 25. ماشي. 25 ولا ب 30 عشان الناس لما تيجي. 35. دي قطن بقى ب 35. حجم كبير. تمام 30. ماشي خليها 30 يعني 30 اخر كلام. 30 عشان ماشي الناس لما تيجي تشتري. تمام. طيب بس قولوا يوميات اسره بسيطه. تعالى بقى نشوف السكارفات كمان. يلا سكارفات من كده يعني اللي هي زي كده. دي قطن دي ولا ايه؟ شاش. وفي منه القطن. فين بقى؟ تعالى نشوف كده. بصوا السكارفات احنا لسه سكارفات بقى الواحد ب 20 جنيه. ده ب 20 السكارفات. الناس جملته بتبقى 40. ايوه. بصوا حبايبي السكارفات بقى اللي بيحب يعني يلبس السكارفات. تمام. مش هتبقى. ايوه منقط. ايوه ايه تاني؟ ده الادان اهو. في ايه تاني بقى؟ اللي هو ورد وردك كده. ورد. ماشي. والساده في منه ساده كمان. بشراشيب اهي. تمام. ندخل على اللي بعديه. ايه بقى ابو 7.5 ده؟ بندانات. دي بندانات ورهاني كده. دي بندانات ولا هي دي؟ بندانات اللي هي السوري. البندانات السوري يا جماعه ب 7.5 اهي. بصوا حجمها كبير. 7.5 البندانه ب 7.5. تمام. والتلبيسه دي ايه دي؟ ب 20. والتلبيسه ب 20. التلبيسه السوري كبيره. التلبيسه ب 20. التلبيسه طرحه لوحدها. ايوه والبندانه لوحدها. ده لوحده ده لوحده. تمام. اهي البندانه بقى ودي قلنا عليها ب 20 اللي هي. بصوا حبايبي كل الالوان موجوده اللي هي التلبيسه السوري. في بقى حاجه تانية دي برده ب 10 بس انا مش عارفه هي دي ايه. ايه ده بقى؟ دي اطفال. دي هدوم اطفال بالا. دي بقى حاجات بالا بقى. تمام. وفي بقى طرح كمان ب 20 شيفون اهي. بصوا حبايبي اشكالها ايوه ب 20. اشكال كنزه بس عشان كنزه. عشان كنزه. تمام. اشكال كبيره قوي. بصوا حبايبي. جبت لكم كده في بندانات تانية بتاعت اسمها ايه سندس. وفي شالات مش كده؟ تعالى بقى نشوف الشالات بعد بقى ما اتفرجنا على الطرح. بصوا في طرح تانية اهي. حاجات يعني كلها اسعار حلوه قوي بصراحه. في بقى الشالات. بصوا بقى الشال هنا بكام بقى يا جماعه؟ الشال هنا بكام بقى؟ 45. كمان في مجموعه من الشالات. في مثلا حاجه زي كده الكاروهات. طبعا هو بيورينا مساحته كبيره جدا. كبير يعني الشال وكده. في منه اللي هو شكل واحد وفي منه
على وشين، يعني وش شكل ووش شكل تاني زي اللي قدامنا ده، وده بيبقى مكتوب عليه بقى زي ديور. هنشوف عليه كده ديور، في منه يعني حاجات يعني ايه اسامي الماركات، يعني ده وش منه اهو زي ما حضراتكم شايفين، وده بيبقى وشين يعني دبل فيس، وش كده وش كده. طبعا في كذا لون منهم وكذا تشجيرة وكاروهات كل الالوان ما شاء الله، وزي ما شفنا مساحته كبيرة ازاي، يعني حاجة كده ايه ما شاء الله. شفنا مع بعض الشالات وشفنا الطرح وشفنا الاسكارفات وشفنا البندانات، شفنا كل حاجة. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب والدعوة الحلوة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.